اللاعبين مشكورين على المجهود اللي قدموه، خاصه في الشوط الاول تقريبا واحد 60 دقيقه كنا في المستوى، كنا افتقدنا فقط النجاعه الهجوميه. تنظن بان التغييرات قمنا بها كنا تنبحثوا على اننا تكون عندنا عمق اكثر، ولكن افتقدنا السرعه في الهجومات من بعد التغييرات، ثم ارتكبنا اخطاء اللي خلات فريق الرجاء يجيو فرص. تنظن بان تنفتقدوا بعض الشيء، الواحد نوع من الكرياتيفيتي في الوسط، ولكن احنا فريق اللي راضين على الاداء ديال اللاعبين. نتمنى ان شاء الله اننا نطوروا في المباريات المقبله.